مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من واحدة لاثنين. طبعا مستنين تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي ظهر قدامكم على الشاشة. كلمونا طول الحلقة، سألونا طبعا على أي حاجة حابين نحنا نجاوب عليها. وما تنسوش طبعا أن كل الحلقات والوصفات اللي احنا بنعملها بتنزل على قناة اي تي سي على اليوتيوب أول بأول، تقدروا ترجعوا لها في أي وقت. النهارده هنعمل كده حلقه حرشه كده، هنعمل شويه سجق وشويه كبده وهنحلي كده بحلو خفيف والبيت كله ممكن يحبه، الولاد والكبار وكل حاجه. النهارده اول حاجه هنبداها كده هنعمل ورقه بالسجق، ورقه سجق كده مدخنه حلوه. تعالوا نشوف هنشتغل فيها ازاي ونبدا مع بعض بعد ما نقول مقادير. عندي كيلو سجق، الكميه طبعا اللي انتوا عايزينها، وفلفل اخضر حار وفلفل الوان وطماطم شرايح وبصل شرايح وملح وفلفل اسود وبهارات وزيت. هقول تاني المقادير: كيلو من السجق، فلفل اخضر حار وفلفل الوان وطماطم شرايح وبصل شرايح وملح وفلفل اسود وبهارات وزيت. وعندي فحمايه كده، ايه، هولعها كده وهبدا ان انا ادخن بيها كمان السجق بتاعي. هحط كده شويه زيت في الصينيه وهنبدأ كده ايه نسيبهم يسخنوا كده شويه عشان نشوح السجق. انا هنا مش مقطعه السجق، حابين تقطعوه براحتكم يعني زي ما انتم عايزين. حابين تقطعوه قطع صغيره مثلا كل واحده على 2 3 براحتكم، عايزين مثلا تسيبوها كل واحده بوحدتها كده. انا بصراحه بحب في ورقه اللحمه، في ورقه السجق يعني اسيبه كده كامل على بعض. حابين تحطوا معاه شويه بطاطس مكعبات مثلا، ممكن تحمروا شويه بطاطس وتحطوها معاهم، او تقطعوا البطاطس يعني مش كبيرة قوي عشان تلحق تستوي، لان السجق غير اللحمة ما بياخدش نفس الوقت بتاع السوى. تمام، فممكن تضيفوا معاه شوية بطاطس برضو بتبقى حلوة جدا لو حبيت. تمام، تعالوا كده ايه بقى، الزيت هنا سخن، هبدأ ان انا انزل بالسجق، هشوح كده السجق بالشكل ده اهو. نبدأ بقى ايه نشوح السجق كده كله، وانا من الناس اللي بحب اعمل مش نايف نايف يعني براحتكم خالص. حابين تحطوا كله على بعض وتدخلوه، انا التشويحة دي بتفرق معايا جدا، بحس ان هي بتفرق كتير جدا كتير جدا في الطعم. هبدأ اشوح السجق بتاعي كده في شوية الزيت دول واوزعهم كده، وابدأ احط عليهم البهارات اللي عندي. عندي شوية بهار، بهار مشكل 7 بهارات، ممكن احط جوزة الطيب براحتكم. احط شوية ملح واحط شوية من الفلفل الاسود، وهشوح كده السجق عندي بالشكل ده. انا بحب شوية فلفل اسود زيادة كده في السجق اهو. ممكن على فكرة تشتغلوا بزبدة لو انتوا عايزين، يعني براحتكم خالص. بصوا انا عايزة احمر اشوح السجق عندي في شوية الزيت دول. لو هتضيفوا معاهم بطاطس ممكن تحمروا شويه بطاطس مكعبات وتحطوهم معاها، بتبقى حلوه جدا اهي. هبدا ان انا اشوح كده السجق بالشكل ده زي ما انتم شايفين، عايزاه ياخد التحميره بتاعته قبل ما انزل عليه باي حاجه بصل او اي حاجه، عايزه اديله التشويحه بتاعته كده كويس عشان ابدا انزل عليه بالخضار واحده واحده اهو. بصوا ابتدى اهو يتحمر بالشكل ده. هبدا بقى ايه اوسعه كده واخد البصل، انزل بالبصل اهو، انزل بالبصل كده الاول وبعدين الفلفل وبعدين اخد الطماطم، اشوح كده كل الخضار اللي عندي معايا اهو. اخد الطماطم دلوقتي اشوح كده مع البصل الاول وبعدين ابدا اشوح معاه. بصوا بقى البصل اول ما هينزل في السخونيه هيفرد كده منكم، هياخد بقى من ايه طعم والتحمير بتاع السجق اهو. هنبدا بقى نشوح كده كل ده مع بعض. ملك صباح الفل. صباح النور، ازيك يا شيف اسماء؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله حلو؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي والله، منوره الدنيا والله. الله يخليكي. سلام يا حبيبتي، ربنا يديك الصحه يا رب وتعملنا اكلات احلى من كده كمان. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي. ايه الجمال ده؟ الله يخليكي. كنت عايزه اسالك على سؤال. اتفضلي. عايزه اعرف طريقتي، انا كنت قايله لك على طريقه الطحينه الخام، عرفتها؟ انا قلت لك عليها. عملت جميله. ألف هنا حبيبتي. بس عايزه اعرف طريقه الطحينه الثانيه اللي هي البيضه. حاضر،
اللي بالدقيق قصدك يعني؟ بالدقيق. حاضر حاضر حاضر. شكرا يا حبيبي. شكرا ليكي. شكرا يا حبيبي. بصوا هبدا بقى ايه اشوح كده كل الكلام ده اهو لحد ما البصل عندي يبدا ان هو ايه يتشوح ويدبل كده شويه، ابدا انزل بقى ايه بالفلفل الالوان والفلفل الحار. طبعا ما عندكيش فلفل الوان، عايزه تشتغلي فلفل اخضر بس، تمام مفيش مشكله. طبعا ايه ورقه سجق كده يعني ايه شويه فلفل حامي كده يشطشط لي الموضوع، وطبعا برضو حسب الرغبه ممكن تحطوا القرن كامل لو مش حابين تقطعوه يبقى سبايسي اكتر ممكن تحطوه كامل. كله بقى بصوا بيدخل مع البهارات اللي احنا حاطينها مع الملح والفلفل مع شويه الزيت مع كل اللي نازل من السجق، كله كده بيتشوح مع بعض. وهحط اخر حاجه الطماطم. رماس صباح الفل، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا وبتابع البرنامج بتاعك وبستناه. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي والله تسلمي لي. كنت عايزه اسال حضرتك على طريقه عمل الدونت. الدونت؟ حاضر حاضر يا حبيبتي حاضر. شكرا يا شيف. عفوا يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي. صباحك زي الفل. بصوا بقى هنشوح كده كل الكلام ده مع بعض بالشكل ده. اهو خلاص انا كده شوحت. لو محمره بطاطس مكعبات برضو هديهم كده تشويحه معاها، وهبدا بقى ايه اجهز الورقه بتاعتي. انا حطيت عندي الفحميه كمان على النار، انا عايزه ادخنه كمان قبل ما يدخل الفرن. فين الفويل يا اسنان؟ هنبدا كده زي ما متعودين، هنعمل ورقه كده ورقه بالعكس اهو عكس عكس كده بالشكل ده. طب اهو كده، وهحط عليهم ورقه زبده بنفس الشكل ده عشان ما اخليش السجق على طول مباشر على الفويل. مدام زيزي صباح الفل. صباح الجمال عليك يا قمر. عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير يا حبيبتي دايما. الله يخليكي، الله يخليكي. ربنا يحدد فيكي خلقه كمان وكمان يا رب. ايه يا حبيبتي؟ بقول لك ربنا يحدد فيكي وخلقه. الله يخليكي، تسلمي تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا حبيبتي. وببعت تهنئتي للاستاذ كامل لبنت اخته رحمه. ايوه ونقول لها عقبال الدكتوراه ان شاء الله. انت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ودايما يا رب تسلمي وسعيده دايما. كل جروب يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي، تحياتي لكل الجروب. الله يخليكي يا ومدام احلام، ربنا يخليكي. سمعتي صوتها امبارح ان شاء الله ممكن. نسمع صوتهم النهارده كلهم ان شاء الله. صافي بقى ان شاء الله. ايوه ان شاء الله نسمع صوتهم إن الله. كلهم ان شاء الله. تحياتي ليكي. الله يخليكي، الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي. صباحك زي الفل وتسلمي لي، واسمع صوتكم كلكم ان شاء الله دلوقتي. بصوا بقى التركيه بتاعت الورقه دي لازم بحط عليها نقطه ميه كده، نقطه ميه اهو. ليه بقى؟ عشان ما تحرقش. مش انتوا بتاخدوا بالكم ان دايما لما بتحطوا ورق الزبده كده بتلاقوا ورق الزبده اتحروق شويه ولزق في اللحمه او في السجق؟ التركية دي هتخليه ما يحصلش كده خالص. نقطه ميه اهو، مجرد بس نقطه ميه. هبدا بقى اخد السجق اللي عندي بعد ما شوحته كده بالشكل ده تمام. قبل ما احطه في الورقه انا عايزه احط فيه الفحمايه دي واديها كده ايه تدخينه قبل ما افضيها في الورقه. هجيب كده قطعه فويل اعملها كده، هطبقها اعملها بس زي الطبق كده عشان اعرف احط فيها. وهجيب حاجه اشيل الفحمايه ونقط عليها كده بنقطتين زيت، واحضر الغطا اهو. خد الغطا ده، لا اسلام دي الغطا كبير. مش هنا دي الغطا الكبير يا اسلام بعد اذنك، او تعالى شوفوا يعني مش عارفه. هنحط بقى الفحميه تمام، ونبدا ان احنا نحط شويه زيت كده. وعايزه ادخن بقى كل الورقه اللي عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
اهو طبعا يعني محتاجين غطاء اكبر عشان ياخد كل الريحه وال بتاعه الفحم ويدخل لي كده كل السجق. تمام، وهبدا بقى ايه اسيبها كده دقيقتين لحد ما تاخد كل الطعم بتاع التدخينه والريحه بتاعه التدخينه، ونبدا ان احنا نحطها في الورقه بتاعتنا. ام دعاء صباح الفل. صباح الفل عليك. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك، الله يبارك الحمد لله والله كله زي الفل. الله يسعدك، الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. انا معاكي، ممكن بس استاذنك هنوطي التلفزيون شويه لو حاضر. يعني يا حبيبتي صراحة. حاضر حاضر يا حبيبتي. انا عايزه استاذن حضرتك بس في المقادير بتاعه الفراخ الكوري اللي عملتيها اول امبارح. الفراخ الكوري؟ اه حاضر حاضر يا حبيبتي، هقولها لك. حاضر، ربنا يخليك يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي، صباحك زي الفل، شكرا يا حبيبتي، شكرا. تعملوا ايه بالغطا بره كده؟ احنا ايه، هنسيب الفحمايه كده تدخن خلاص لحد ما تطفي خالص، وبعدين هقوم حطها في الورقه. تعالوا نقول الفراخ الكوري لحد ايه ما نخلص كده كل الروائح والحاجات الحلوه بتاعت الفحم اللي تطلع في السجق. لازم تحطوا الفحمايه على حاجه، طبعا انا باكد دايما الموضوع ده للناس اللي لسه جديده في المطبخ او حاجه، ممكن تبقى حاجات فايتاها صغيره كده ما تاخدش بالها منها عشان الفحم ما ينزلش اي فحم او اي حاجه على الاكل، فلازم تحطوه في حاجه، فخاره صغيره، فويل زي ما انا شايفين كده وبرميها، اي حاجه. طيب تعالوا نقول الفراخ الكوري. الفراخ الكوري قطعناها مكعبات، وبعد كده حطينا عليها بيضه وبيضه وشويه صويا صوص وملح وفلفل وشويه بابريكا وشويه ثوم وبصل باودر، وقلبناهم مع بعض مع معلقه خل. بعد كده جبنا شويه مثلا ربع كوبايه نشا وربع كوبايه دقيق، لخبطتهم كده على بعض، وبعدين عفرت الفراخ اللي انا تبلتها بالكلام ده كله في الدقيق والنشا. بعد كده حمرتهم في الزيت كويس جدا، اتحمروا بقوا كريسبي وبقوا لونهم ذهبي وحلو. هبدا ان انا اعمل لهم الصوص. حطيت عليهم، حطيت في الصوص نص كوبايه ميه، وحطيت ربع كوبايه من الصويا صوص، وربع كوبايه كاتشب، وربع كوبايه من السويت شيلي اللي احنا قبل كده عملناه مع بعض، وحطيت معلقه عسل او ممكن معلقه سكر، وقلبت كل الكلام ده مع بعض مع شويه ملح وفلفل، وسبته يغلي. وبعد ما غلي ابتديت انزل عليه الفراخ اللي احنا حمرناه، قلبتها تقلبتين. ممكن بقى تزينيها، بتحط شويه بصل اخضر عليها، شويه سمسم، اللي انت عايزاه. طريقه سهله خالص وبسيطه، شويه رز والموضوع هيبقى زي الفل. اهو انا بقى طلعت كده خلاص الفحميه، وهبدا بقى ايه في المرحلة دي انزل ورقة السجق على الورقة بتاعتي بكل البهاريز، بكل السوائل اللي فيها، بكل حاجة. اهو هبدأ كده ايه انزل كده بالشكل ده، اهو انزل كل حاجة، وهبدأ ان انا اقفل الورقة بتاعتي. اهو احنا اتفقنا ان احنا، بصوا شوية المية اللي احنا حطيناها دول هتحافظ لي على ان الورقه عندي يعني ما تلزقش في السجق او في اللحمه اللي احنا بنعملها، وفي نفس الوقت ايه هتحافظ لي ان هي ما تتحرقش. بصوا ببدا بقى اقفل اللي انا فتحته في الاول، عكس بقى ما انا رصيت، هبدا ان انا ايه اقفل كده. اخر حاجه حطيتها بقفل عليها، وببدا ان انا ايه اقفل تاني عشان تتقفل كويس جدا. مهم قوي ان انا ابقى بكمرهم كده يبقوا مقفولين كويس قوي، اهو بالشكل ده. وبجيب صينيه او صاج، وبصوا بقى بجيب الجزء ده هو اللي على فوق عشان اقدمه عليهم، اهو خلاص. وعشان الصينيه ما تتحرقش بحط فيها شويه ميه، عشان الصينيه بس ايه ما تتحرقش، يعني مش عشان حاجه في التسويه. اهو بفتح بقى الفرن وبحطها، وبتستوي معايا بتاخد مثلا حوالي نص ساعه، ساعه الا ثلث. السجق عموما ما بياخدش وقت، واحنا شوحناه كمان، فيعني ساعه الا ربع مثلا، ساعه الا ثلث، نص ساعه هتلاقوها الدنيا زي الفل. اهو هبدا ان انا احطها في الفرن. تمام،
ودخلها كده واسيبها وخلاص دخلناها وعملنا كل حاجه. جاوبنا على الفراخ كمان الكوري. تعالوا نطلع بقى فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا. استنونا. ودلوقتي هنكمل الحلقه الحرشه كده بما ان احنا عاملين ورقه سجق، هنعمل كمان شويه مكرونه بالكبده كده مشطشطه فظيعه. تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها مع بعض. محتاجين المكرونه، عايزه كبده متقطعه عصافيري او متقطعه اسكندراني، ومكرونه اي نوع مكرونه انتوا عايزين تشتغلوا بيها مفيش مشكله، وعندي بهارات كبده لو عندي هحط معلقه، ما عنديش خلاص يبقى هستغنى عنها مفيش مشكله. عندي ثوم، عندي زيت، عندي عصير ليمون، بصل، فلفل اخضر رومي وفلفل حار طبعا، وصلصه وعصير طماطم وخل وملح وفلفل وكزبره ناشفه وكمون وبابريكا. هقول تاني المقادير. محتاجه عندي كبده تكون متقطعه اسكندراني او عصافيري صغيره خالص، ومكرونه مسلوقه، وبهارات كبده لو عندي هاخد منها معلقه، ما عندكوش خلاص، وعندي ثوم وزيت وعصير ليمون وبصل وفلفل اخضر رومي وفلفل حار وصلصة وعصير طماطم وخل وملح وفلفل وكزبرة ناشفة وكمون وبابريكا. تمام. اول حاجة كده ايه هيبقى عندي، هشتغل في طاسة او في صينية حاجة عامل بيها الكبدة، وحاجة تانية هعمل فيها الصلصة للمكرونة. تمام. سايباهم الاتنين يسخنوا على النار، وبما ان احنا هنعمل كبدة يبقى لازم اسخن كويس جدا 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 النار على الحاجة اللي انا هشتغل فيها. ما ينفعش احطها على درجة حرارة هادية ولا باردة واقعد تنزل ميتها وتبقى لحد ما تتشرب تبقى زي الكاوتش، لا انا عايزة اقوم مشوحاها على نار كده قوية وكويسة. هحط شوية الزيت. تمام. وهبدأ ان انا اجيب اول حاجة خالص الكبدة. هقرب بقى الحاجات كده اللي انا هحتاجها، الكبدة، الثوم، الفلفل الحامي او الرومي طبعا اللي انتوا عايزينه، وهقرب الكمون والكزبره وبهارات الكبده والملح والفلفل. تمام. الحاجات اللي انا هحتاجها في الكبده، انا مسخنه الزيت كويس جدا، هبدا انزل بالكبده بالشكل ده واوزعها. بصوا مجرد ما بنزل، بصوا الزيت سخن ازاي اهو، هو ده اللي انا عايزاه. دايما سايب لنا حته مش متقطعه اهو. بقوم مشوحه كده كل الكلام ده كده مع بعض. ممكن نخرجها كده نقطعها دي. تمام اهو، نشوح كده كل الكلام ده كده مع بعض. بصوا الزيت سخن ازاي، فتشوحت في هوا. يلا يا اسلام استاذنك اسرع. هحط ثوم، هحط فلفل حار، هات لي البهارات. طب هتاخدها ليه؟ تمام. وهبدا ايه اقلب الثوم بالفلفل واحط معلقه خل كده عليهم. ومصالح صباح الفل. صباح الخير. ازيك يا سيدي؟ اخبارك ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. معلش انا بقالي فتره ما بتصلش والله، تعبانه. الف سلامه عليك يا حبيبتي. ربنا يخليك. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. وحشاني كتير والله. الله يخليكي وانت كمان. ربنا يبارك فيكي يا بنتي ويحسن ما بين ايديك يا رب. الله يكرمك يا حبيبتي. ربنا يكرمك. عايزه استاذنك بس نشوف طريقه الهمبرجر اللحمه عشان ما يفكش قدامي الحاجه. يا رب خليك. حاضر. بصي البرجر ما تحطلوش بصل، عشان دي غلطه ناس كتير قوي بتعملها. البرجر ما بيتحطلوش بصل. اللحمه المفرومه هتفرميها ناعم، هقول لك كل التفاصيل. حاضر. قبل ما طيب اطلع هجاوبك. عينيا. الله يبارك لك يا بنتي يا رب. الله يبارك لك. سلام يا حبيبتي. سلام. شكرا يا حبيبتي. بقى انا كده بشوح الكبده، حطيت عليها الثوم والفلفل الحامي وحطيت عليهم معلقه خل. هحط شويه كمون وهحط شويه من الكزبره الناشفه، مش هحط بقى شطه لان انا حاطه خلاص فلفل حامي، وهحط معلقه بهار الكبده اللي احنا قلنا عليه. وهبدا بقى اشوح. اهو بصوا كده هقلب. وبصوا احنا اشتغلنا بثوم. الكبده الاسكندراني يا جماعه الاصليه اللي هي الوصفه الاساسيه، عشان الناس بتزعل لما بنقول على حاجه ما تغيروش فيها، لا اعملوا اللي انتوا عايزينه، اعملوها بطرق ثانيه مفيش مشكله، لكن بتكلم على طريقه الكبده الاسكندراني المتعارف عليها مش ببصل، الكبده الاسكندراني بثوم
ثوم، فلفل، كمون، كزبره، شطه، لو انتوا حاطين فلفل حامي خلاص تحطوا الشطه، وملح وفلفل اسود وشويه خل، بس مش اكتر من كده. اهو فلفل اسود اهو، ده اللي بيديني الطعم بتاع الكبده الاسكندراني العادي خالص. اكون مسخنه الزيت زي ما انتوا شفتوا كده، وانزل على الزيت بالكبده اشوحها. اهم حاجه برضو ما تنزلش ميتها عشان ما تبقاش زي الكاوتش، هي دي كده خلاص المفروض استوت، انا مش محتاجه اكتر من كده. تمام، كل ما تقعد على النار اكتر من وقتها وتفضل بقى تنزل ميه وتفضل تتشرب والكلام ده، دي كده هتقوم عامله زي الكاوتش معايا خلاص. فدي نقطه برضو ايه قلنا ناكد عليها، عشان ناس كتير جدا بتقول يا بعمل الكبده ما بتطلعش طعمها زي اللي انا بشتريها من بره. الكبده ما بتحطلهاش بصل، الكبده الاسكندراني ممكن تحطوا بصل في وصفه تانية، يعني تعملوا الكبده بطريقه تانية، ما عنديش مشكله خالص ان احنا ننوع في وصفات، ما عنديش مشكله، لكن كطعم كبده اسكندراني هي بالثوم. احط شويه بقى زيت، ابدا انزل ببقيه الثوم اللي عندي اهو، عايزه اديله يعني تشويحه كده يبقى لونه ذهبي قبل ما احط البصل. بصوا انا ما حطيتش ثوم كتير، انا حاطه حوالي فصين كده من الثوم، واول ما هيبقى لونهم ذهبي هقوم عامله ايه طفيهم بشويه خل كده. انا عايزه طعم الخل اللي موجود مع الثوم ده، بيبقى فظيع في صلصه المكرونه اهو. بصوا عايزه الغليان ده الشكل ده كده، هبدا انزل بقى عليه البصل اشوحه والفلفل، حابين تحطوا فلفل حامي برضو شويه تمام، مش حابين خلاص اهو. هشوح كده البصل والفلفل، طبعا حابين تفرموا الكلام ده تمام، انا حابه ان هو يبقى باين كده في المكرونه كنوع من انواع التغيير، يعني حابين تفرموه تمام. طب ايه المشكله؟ ماشي، انا الكبده كده ايه، ده انت عليك بلاوي بقى، انت خايف بقى. اهو هنسيبها كده على جنب، تنكشنيش بقى اهو. هنبدا نشوح البصل والفلفل اهو الشكل ده مع الثوم اهو كده اهو، كل الكلام ده كده نشوحه مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدا احط عليه نفس البهارات، هحط عليه شويه كمون، هحط عليه شويه كزبره ناشفه، شويه فلفل اسود، ممكن تحطوا مكعب مرقه، مكعب مرق خضار هيبقى حلو جدا لو حابين. هحط ملح، دينا كده مكعب اسلم لو موجود، وهحط ايه شويه بابريكا، هو ده اللي انا هزوده على الصلصه بتاعه المكرونه، وهشوح الخضار كده عندي كويس اهو الشكل ده كده. نشيل البصلتين اللي مش متقطعين دول، ايه نشوفهم كده بره اهو. السكينة كان فيها مشكلة مع اسلام النهاردة تقريبا. نبدأ نشوح كده البصل بالثوم بالفلفل كله كده بالشكل ده مع البهارات، وهبدأ بقى أعمل إيه، أنزل بالصلصة. أستاذ حسين صباح الفل. يا صباح الفل يا شيخ، أخبار حضرتك إيه؟ الله ينور، الحمد لله. أنا عارفة الطبق ده هيبقى مفضل بالنسبة لحضرتك، أنا عارفة. حاجات المشطشطه دي تبعك. ايوه بسم الله ما شاء الله عليك. الله يخليك، الله يخليك. احنا لسه فاضيين من شويه والله، وحضرتك جوعتينا كده. ان شاء الله على الغدا بقى. لا المنيو بتاع الغدا امبارح هنلغيه، كان عايزين يعملوا مكرونه بشاميل بالبشاميل، النهارده هنلغيها ونعمل الكبده بتاعت حضرتك النهارده. الف هنا، الف هنا. الله يخليك، ربنا يديكم الصحه كده يا رب، ويعني ودايما يعملوا حاجات جميله. الله وبافكارك والله يا شيخ، ونصايحك الجميله اللي بتقولها لنا دي كل يوم. الله يخليك، تسلم، شكرا يا استاذ حسين، الله يخليك. بصوا بقى احنا حطينا الصلصه مع عصير الطماطم، في بقى التركيه كده ممكن تقوموا حاطين برده شويه كزبره خضراء بتبقى حلوه جدا، احط شويه كده تبقى لطيفه قوي.
ومكعب المرقه كده ايه، ممكن برضو نحط مكعب مرقه خضار لو حابين نسيبه، وهحط بقى ايه عليهم شويه ميه كده، اسيب الصلصه يعني ايه تتسبك كده شويه. انا كده حطيت خلاص كل حاجه، تعالوا كده ايه هنعيد تاني اهو، وعايزين نقول البرجر قبل ما نطلع فاصل اهو. بصوا هنبدا كده ايه نقلب كل الكلام ده كده مع بعض، ونشيل بقى كل الحاجات اللي مش عايزينها. لسه ما حطيتش عصير الليمون، عصير الليمون هحط شويه على الكبده وشويه على الصلصه كده اهو، واهو بس كده مش اكتر من كده. ادي تقليبة، انا رفعت على فكره الكبده تمام كده، بالنسبه لي هي كده زي الفل، مستويه وجميله ومش بتاخد وقت اكتر من كده خلاص. طيب تعالوا بقى ايه الصلصه اول ما بتغلي هبدا ان انا احط عليها المكرونه، المكرونه بقى تبقى مسلوقه كده اهو، ننزل كل المكرونه اللي عندنا، هي مجرد ما هتنزل هتلاقوها فكت من السخونيه بتاعه الصلصه اهو بالشكل ده كده. نبدا بقى نقلب المكرونه مع الصلصه تمام، ونقدم بقى كله مع بعض. انا عايزه بقى المكرونه، بصوا بقى المكرونه غرقانه في الصلصه ازاي، فظيعه بجد، حلوه جدا. ونبدا بقى ايه نحط بقى معاها الكبده في الاخر، بس هسيب كده ايه المكرونه تغلي غلوتين ثلاثه كده مع الصلصه كده وتبقبق فيها كده، وبعدين هقوم مقدماها مع بعض. طيب تعالوا بقى نجاوب على البرجر. البرجر عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه او كيلو اللحمه المفرومه اللي موجوده عندك تمام، تبقى ملبسه شويه، هتجيبيها تفرميها ناعم خالص مع ملح وفلفل وجوز الطيب، ولو عندك بهار برجر حطي منها ومعلقتين او حاجه، بيبقى حلو جدا، بيدي طعم حلو جدا. بعد كده هتقومي بعد ما تفرميه ناعم خالص خالص بملح وفلفل وجوز الطيب، ولو عندك بهار برجر او بهار مشكل حطيه برده معاه، حطي معلقه كده صغيره. بعد ما تخلصي كل الكلام ده هتبداي تحطي له، لو عندك صويا صوص حطي معلقتين، بيدي طعم فارق جدا جدا جدا، بيديكي طعم المشوي كده شويه، بيبقى مدخن كده شويه معاكي. بعد كده هتفرمي كل ده ناعم خالص، وتجيبي فحمايه وتقومي مدخنه اللحمه المفرومه وهي نيه، مولعاها ومدخناها بالشكل اللي احنا بنعملها، وهتقومي مغطيه اللحمه المفرومه كده وسايباها تدخن شويه. بعد كده هتبداي ان انت تشكليها من غير ولا بصل ولا ثوم ولا اي بهار اي زوايد تانيه غير اللي انا قلته. البرجر بتاع الفراخ بحط له بهارات تانيه، اللحمه لا، لحمه بحط له ملح فلفل جوز الطيب، لو عندي بهار برجر بحط منه معلقتين، او بهار مشكل او كبابه صيني كل الكلام ده يمشي، لكن ما بحطش بقى ثوم وبصل باودر، ما بحطش بابريكا، ما بحطش حاجات كاري، ما بحطش الكلام اللي انا بحطه في برجر الفراخ. برجر الفراخ دايما الفراخ بتبقى محتاجه تتبل، اللحمه لا. بعد كده بتبداي ان انت تعمليها في القالب بتاعك او الاسطمبه بتاعتك اللي انت شغاله بيها، وبتحطيه ما بينه كيس ثلاجه، وبتسيبيه يعني بتفصلي ما بين كل واحده والتانيه بكيس ثلاجه، وبتحطيه في الفريزر يجمد، وبتطلعي واحده بوحدتها، بتبقى لحمه صافي. وخدي بالك طبعا ان هو بيكش شويه، فما تتخنهوش، خليه رفيع بس خليه كبير، عشان لما يبدا ان هو يستوي ويكش يقفل معاكي شويه او يصغر معاكي شويه، وهتلاقيه ارتفع معاكي شويه، فما تعملهوش اوريدي تخين وصغير عشان هيكش قوي، لا اعمليه خلي الاسطمبة تبقى واسعة، تبقى كبيرة، دايرة كبيرة، وتبقى سمكها مش عالي قوي تمام. ده كده البرجر بكل تفاصيله. تعالوا بقى نقدم المكرونة معانا. ياسمين صباح الفل. صباح الفل على حضرتك. عاملة ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبتي والله بخير، انتي اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي والله بخير. انا بحب حضرتك قوي والله. الله يخليكي، تسلمي حبيبتي. وبحب وصفاتك قوي والله. تسلمي لي والله يا حبيبتي. وصفات حضرتك بسيطه وجميله والله، وبتشجعنا ان احنا نقوم نعمل الحاجه كده على طول. هو ده المطلوب والله، ده المطلوب ان احنا يعني نخليكوا دايما تعملوا الحاجه بشكل احسن، يعني هو ده المطلوب. انا بتفرج على حضرتك وبتشجع، اقوم اعمل الحاجه كده على طول بنفسي يعني. الف هنا وتسلمي. حبيبتي الف هنا وتسلم ايدك دايما.
والله حضرتك انت مثل الاعلى بالنسبه لي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، والله كلام كبير الكلام الحلو بتاعك. عليكي من قريب بس حبيتك قوي والله، وتابعتك على طول من مواصفاتك البسيطه وجمالها وحلاوتها. تسلميلي والله، شكرا والله على الكلام حضرتك الحلو. حضرتك والله كل ذوق كده وبتحببينا في الحاجه والله، وصفاتك جميله وبسيطه. شكرا والله جدا على كلامكم الحلو ده، تسلمولي والله. لا ما حبيبتي، ودايما في الاحسن كده، في تقدم من الاحسن للاحسن دايما يا رب. ودايما سامع صوتكم كده بالخير يا رب. لا انا حبيبتي انا مبسوطه ان انا كلمتك، ودي اول مره ومش هتبقى اخر مره. لا ان شاء الله استناكي على طول تكلمينا. ماشي يا حبيبتي، صباحك زي الفل. حط بقى الكبده بتاعتنا، اغرف بقى الكبده اهو، بصوا اغرب الكبده وبعدين اوزع بكل بقى بهرزها كده، ما بسيبش حاجه في الصينيه خالص، بالزيت بتاعها بكل حاجه انا باخدها كده زي ما هي اهي، وابدا بقى ايه اوزع كده اهو. بصوا بقى كلوا احلى مكرونه بالكبده وادعوا لي، ولا تقولوا لي محلات ولا بتاع، لا بصوا موضوع رهيب. حط بقى شويه كزبره كده خضراء والف هنا وشفا، يوم كده تغيير. ما تعملوش بقى حاجه جنبه غير شويه طماطم مخلله، قطعوا شويه طماطم كده بشويه ثوم وكزبره خضراء بشويه فلفل مفروم، افرموا الثوم مع الفلفل وحطوا معاها شويه كزبره خضراء مع ملح وفلفل وكمون وشويه خل، هيطلع معاكوا شويه طماطم مخلله زي الفل. تاكلوها كده معاهم او شويه مخلل وخلصتوا غدوايه كده سريعه، ما بتاخدش وقت خالص وحرشه وتجنن وتاكل جدا. تعالوا بقى نقدم المكرونه على جنب، وعندي ورقه السجق هنطلعها في الاخر، خلاص احنا كمان دخلناها فيعني هي هتطلع على طول على التقديم، وهنرفع بقى كل الحاجات دي وننظف كده. ممكن نطلع فاصل لحد ما اخلص كل الكلام ده، لحد ما ترجعوا لي نكمل وصفتنا ونحلي بقى بحلو ولطيف قوي وخفيف. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهنعمل مع بعض مافن الجزر بطريقه سهله جدا وبسيطه وحلو ومغذي، ويعني حلو قوي للولاد، وفي نفس الوقت مدخلين لهم فيه برضو الجزر، فتعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيه مع بعض. عندي كوبايه من الجزر مبشور على الناعم او مضروب في الكبه اللي انتوا عايزينه، عايزاه كده ناعم بالشكل ده. وعندي اربع بيضات، ولو البيض حجمه كبير ممكن تستخدموا ثلاثه. وعندي كوبايه زيت وكوبايه من السكر البني، انا مش هشتغل بسكر بني، هشتغل بسكر ابيض، وهحط معاهم معلقتين من العسل الاسود تمام. وعندي ربع معلقه او رشه كده من جوز الطيب، كوبايه من الزبادي، كوبايه يعني علبتين زبادي تمام، معيار كوبايه. وعندي كمان كوبايتين من الدقيق، وعندي معلقه من البيكنج باودر، ورشه بيكربونات صودا، ورشه ملح، ومعلقه صغيره من القرفه، وسوداني مفروم او اي طبعا نوع مكسرات انتوا عايزينه. صوص الجبنه اللي انا هزين بيه وده اختياري، ممكن ما تستخدموش خالص. ربع كوبايه من الزبده اللينه، وربع نص كوبايه جبنه الكريمي، اي نوع جبنه كريمي اللي هو السايب اللي بيتباع بالكيلو ده تقدروا تجيبوا منه، مفيش مشكله، بيبقى سعره اقل بكتير وبيبقى طعمه حلو جدا في الحاجات دي. ونص كوباية من السكر بودرة، تقدروا تقللوها لو حابين السكر يبقى هادي. وعندي ربع كوباية لبن. هقول تاني المقادير: كوباية من الجزر المبشور وعلى الناعم خالص، وعندي أربع بيضات أو ثلاثة لو حجمهم كبير، وكوباية زيت نباتي، وعندي كوباية من السكر أنا هشتغل بأبيض وهحط عليهم معلقتين من عسل أسود عشان يديني نفس طعم السكر البني، ورشة جوزة الطيب، وكوباية زبادي، وكوبايتين دقيق، ومعلقة بيكنج باودر، ورشة بيكربونات، ورشة ملح، ومعلقة صغيرة من القرفة، وسوداني مفروم، وصوص الجبنة، وده اختياري ممكن ما تستخدموش خالص أو ما تعملوش خالص، عبارة عن ربع كوباية من الزبدة اللينة، ونص كوباية جبنة كريمي، وسكر بودرة، ممكن تشتغلوا بربع أو بنص على حسب أنتوا بتحبوا السكر بتاعها، تقدروا تدوقوها تشوفوا قد يعني حابينه قد إيه. وربع كوباية لبن، ممكن ما استخدمهاش كلها، أنا بس هسيل بيه الصوص بتاعي تمام. أول حاجة كده هجيب
بولة هبدأ أن أنا أخلط المكونات الجافة، وفي نفس الوقت هحط في أضرب بمضرب بيض البيض مع كوباية السكر. طبعا حطينا بيض يبقى فانيليا، تمام. هحط العسل اسود، اهو الشكل ده، تمام، عشان تديني نفس الطعم بتاع السكر بني. وهحط كمان القرفة عشان ضيع لي اي زفارة، وهحط كمان جوزة الطيب. كل ده كده ايه هضربه مع بعض، تمام. يبقى حطيت البيض، السكر، القرفة، جوزة الطيب، العسل، الفانيليا، خلاص هضربهم مع بعض. وهجيب كوبايتين الدقيق، وهجيب البيكنج باودر ورشة البيكربونات ورشة الملح، هقوم حطهم على بعض وأقلبهم. كده خلاص البيض اتضرب مع كل المكونات، هبدا بقى احط عليهم الزبادي، اهو ممكن زبادي، ممكن تبدلوه بلبن رايب، ممكن لبن اللي انتوا عايزينه، بس الزبادي بيديله طعم حلو قوي حامض كده شويه. اخلطهم واحط كوبايه الزيت برضو معاهم وانا بخلط. وهبدأ أحط عليهم الجزر، هبشره على الناعم خالص كده، هحط السوداني المجروش أو أي نوع مكسرات أنتوا عايزينها. وهبدأ أحط إيه المكونات الجافة اللي هي كوبايتين الدقيق مع المعلقة بتاعت البيكنج باودر ورشة البيكربونات ورشة الملح، تمام. وهبدأ إن أنا أخلط كل الكلام ده كده مع بعض، تمام، عشان نبدأ نعمل الصوص بتاع الجبنة. الطبق يلا للتقديم ال ماشي، ولا هنفتحها كده خلاص. هنخلط هنبدأ نخلط كده بالشكل ده، وطبعا بلم الجناب عشان اتأكد ان مفيش اي دقيق. انت دي السباتولا اللي انت خدتها كاتن، السباتولا اللي انت خدتها، طيب، عشان اتأكد ان مفيش اي دقيق من الجناب. اهو شيل بقى العجان كده نفضي الدنيا. هبدأ بس ألم الخليط. آسر تابعني بعد اذنك. ماشي، هنبدا بقى دي سباتولا ثانيه يا اسلام برضو. هنبدا كده ايه نلم كل الجوانب، نتاكد ان مفيش اي خليط بتاع دقيق موجود في الجنب او في الارضيه او في حاجه مش متقلبه كويس، تمام. الخليط كده تمام جدا، مظبوط خالص. هبدا بقى اجيب اي معيار او بولت ايس كريم، السكوب بتاع الايس كريم اللي احنا بنحط بيه الايس كريم، وهبدا ايه انزل بيه كده. هو بياخد 2 سكوب كده من، او على حسب بقى انتوا يعني ايه، املوا 3 ارباع الورقه اللي عندكم. انتوا بقى بالراحه كده خالص عشان ما توقعوش في الصينيه، انا عشان ببقى دايما الوقت عايزه انجز واوريكم كل حاجه، فببقى مستعجله في الخطوات اللي هي ايه المفروض تعملوها واحدة واحدة عشان ما تبهدلوش الدنيا. اهو بملى كده بالشكل ده،
اهو بخلص كل الكميه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام، بملى ثلاث ارباع الورقه اللي موجوده عندي عشان طبعا هي بترتفع لحد ما بخلص كل الخليط اللي عندي. دخله طبعا على فرن 180 زي اي كيك بسويه، 180 الرف الوسطاني، الفرن شغال من تحت بس، بتاخد حوالي 30 دقيقه ل 35 دقيقه، لان خلي بالكم الكب كيك بتاخد سوى اقل طبعا من الكيك لان حجم الكيكه بتستوي اسرع اهو. تمام، عشان ما نضيعش وقت هنكمل بقى بنفس الطريقه دي كله. تمام اهو، نحطهم كده على جنب نبقى نكملهم بعدين. وبعد ما بنسويها على درجه حراره 180 الرف الوسطاني بتاخد حوالي من 30 ل 35 دقيقه، بتطلع بالشكل ده. بصوا تحفه، عايزين تستخدموها او يعني تاكلوها كده تمام، حابين تعملوا لها صوص الجبنه اللي احنا هنعمله دلوقتي برده تمام. هنبدا بقى ايه، نضرب الصوص بتاعي هنا الهاند بلندر اهي. بصوا هضرب بقى الزبده، ولازم تكون الزبده لينه، هضربها مع السكر البودره وهحط عليها بعد كده الجبنه الكريمي وهشوف كده محتاجين لبن ولا. اولا هعمل تيست على الزبده القوام بتاعها كده تمام ولا. بصوا هي ناشفه شويه، هلينها سنه، انا عايزاها زي المعجون سنه بسيطه مش هسيحها. حاجه بسيطه خالص تمام، هضربها مع السكر البودره، هضرب الزبده مع السكر البودره. خليني كده احط السكر البودره هنا، وزي ما قلت لكم ممكن تقللوا السكر بودره عن نص كوبايه لو انتوا حابين، عشان لو حاسين ان طعمها هيبقى مسكر بالنسبه لكم قللوه شويه اهو. انا كده هنزل عليهم مقدار الزبده الربع كوبايه اهو، وهبدا اخلط الزبده مع السكر البودره تمام. هوقف وهبدا ان انا اضرب معاهم الجبنه الكريم اهو، هحط بقى الجبنه الكريمي عليهم وهخلط كده كله مع بعض. الخطوه دي اختياري تماما، لو انتم مش عايزين تعملوا لها الصوص بتاع الجبنه ده تقدروا تستكفوا بالمافن بس. بصوا في المرحله دي بقى هخفف باللبن اهو، مش هحط الربع كوبايه كله، هحط شويه شويه عشان ما يخفش مني بزياده. هبدا كده اضرب احط اللبن بالتدريج اهو، ممكن احتاجه كله ممكن احتاج اقل اهو على حسب القوام بتاع الكريمه. اخلط كده كله مع بعض، انا شايفه كده قوامها ممتاز. تعالوا بقى نشوف قوام الكريمه، انا شايفه كده قوامها بصوا ناعم جدا وممتاز اهو، شايفين اهو. هبدا بقى اشيل كل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها كده ورقه افضي الدنيا، وهجيب كيس حلواني افضي فيه الصوص بتاع الجبنه ده، انزله كده بالشكل ده. لا استنى هنزله بسباتولا احسن، انا مش عارفه امسك الكيس بس اهو كده اوكي اهو بالشكل ده كده. طبعا لسه فيه صوص بس عشان
يعني الوقت. تعالوا بقى ايه اوريكم واحدتين كده من اللي احنا هنزينها. عندي هنمسك واحدة كده هنبدأ بقى ايه نزينها كده بشكل بسيط خالص اهو. بصوا اهو طبعا على حسب ما انتوا بتحبوا عايزين عليها الكريمة ولا لا. اهو هنزينها بشكل بسيط خالص وهنحط عليها شوية ايه جزر كده من فوق اهو. تمام براحتكم بقى، عايزين تعملوا الكمية كلها كده، حابين تعملوها سادة اهو. انا هعمل واحدتين تلاتة كده وهسيب الباقي سادة اهو. بصوا الكريمة ناعمة خالص، انا حطها حتى من غير شكل، يعني مش حاطة البلبلة اللي انا بنزل بيها بشكل اهو. الشكل البسيط ده طعمها بيبقى حلو جدا، طعم الجبنة مع الكيك بتاع الجزر بيبقى في منتهى الجمال اهو. بصوا شكل بسيط خالص، مش عامله لها شكل يعني. نبدا بقى نقدم شويه كده وشويه كده على حسب ما انتوا حابين. خلينا نسرع في دول هطلعه حلو اهو. بصوا بنزل كده واحده واحده لحد ما بتغطي الكب كيك بتاعتي اهو. كريمه ناعمه وجميله جدا اهو. اهو كده وابدا ان انا ايه احط شويه الجزر. حاسه شكلهم حلو قوي اصل بالكريمه. هنعمل دول كمان، حبيت شكلهم اكتر كده اهو. هبدا نفس القصه اهو كده، انزل كده بكل الكريمه اللي عندي بالراحه خالص لحد ما اغطي كل الكب كيك اهو. بصوا بقى الجمال، نحط كده الشكل ده اهو. تعالوا بقى نقدمهم، حلوين قوي. معلش فاضل دقيقتين هم بقوا دقيقة دلوقتي، وهنحط دول كده ايه من غير اي حاجة عليهم اهو. تعالوا بقى ايه نقدمهم، وتعالوا نطلع الورقة هقدمها زي ما هي. انا هفتحها كده واقدمها زي ما هي. هاخد بس فوطة اجيب بيها الصينية. يلا بينا. هجيب سكينة وافتح كده. خلاص احنا كمان دخلناها وكله، مش محتاج اعمل اي حاجة فيها اهو. سخنة جدا. بصوا بقى الجمال اهو ومنتهى الجمال. تعالوا بقى نقدمها هناك مع المافن ومع مكرونه الكبده براحتك. تعالوا بقى ايه نقدمها كده اهو. كده النهارده عملنا ايه؟ عملنا مكرونه بالكبده، وعملنا مافن الجزر، وعملنا كمان ورقه السجق الحلوه جدا المدخنه. دي كده كانت حلقتنا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها ان شاء الله. اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبق.